أحلى الدوسي. نهد مرحبا. أهلا وسهلا ليس. شكرا لك اللي موجود معايا يوميا. حل الدوسي اليوم 121 يوم من الحرب على غزة. هل ما زال الكيان الصهيوني متمسك بأهدافه الأولى أم هي مجرد مناورة أمام صمود المقاومة؟ شوي خرب الهاتف الكاتب والمحلل الفلسطيني عبد الباري عطوان معانا، عملوا دورة كبيرة في العالم العربي والوضع داخل غزة والكيان الصهيوني، لكن أعطينا هات الخارطة من أول جديد، آخر المستجدات. آخر المستجدات ليس هي التصريحات اللي قاعدة تدور برشا واللي كانت عندها ردود فعل كبيرة من مختلف الدول. تصريحات تجي البارح من رئيس وزراء الكيان المحتل نتنياهو اللي قال أنه تل أبيب لن توافق على أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين عند حماس في قطاع غزة بأي ثمن. يقول هو هذا بعد تداول الأخبار في المدة الأخيرة على نقاشات ربما فما دي نيغوسياسيون اليوم للتوصل لحل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج على الرهائن. مفاوضات اي لا، نتنياهو يقول لا، لكن تحدث في العلن على مشاكل مع إدارة بايدن. هذا جديد وهذا زاد ربما اللي نال انتباه العديدين. يقول احنا نقدر بشدة الدعم اللي تلقيناه من إدارة بايدن منذ بداية الحرب. يتحدث على الدعم في التسليح، دعم المؤسسات الدولية، ارسال قوات الى المنطقة المزيد، لكن يقول هذا لا يعني انه ما فماش بين اختلافات في الرأي، لكن حتى اليوم تمكننا من تجاوزها بقرارات حازمة ومدروسة. نتنياهو كي يتحدث هوني يقول اللي يقول نعم لكل شيء في الأماكن اللي يلزمك تقول فيها لا، وقال فما شكون زادة اللي يحظى بالثناء من المجتمع الدولي لكنهم يعرضوا الأمن القومي متاعنا للخطر. يقول فما شكون يقول لا لكل شيء ويحظى بالتصفيق من الداخل لكنه يعرض زادة المصالح الحيوية للخطر. يقول يلزمني نقول اللي كل شيء الحكمة هي اللي تحكم. وهون يقول معرفة المناورة بين نعم وقت اللي يلزم تقول نعم ولا وقت اللي يلزم تقول لا، كده الأمر ضروري. يقولهم ما حاجتي بحتى حد يوريني كيفاش نتصرف، مانيش في حاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع المجتمع الدولي. يقول الوقوف بثبات على مصالحنا، أنا قاعد نقوم بهذا منذ سنوات. تصريحات بعد اتهامات بن كفير لإدارة بايدن. هو انتقاد وزير الأمن القومي للكيان المحتل اليميني المتطرف لإدارة بايدن، اتهمه بعرقلة المجهود الحربي للكيان في غزة. الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث عليه في كلامه، يقول كان باش يمنح الكيان حرية أكبر للقضاء على حركة حماس، وهذا كان في مقابلة مع وول ستريت جورنال. نفوذ بن غفير المتزايد يعتبر تحدي اليوم لنتنياهو ويخاطر إما بعزلة دولية أو فقدان للسلطة المحتمل. الآن الحديث على قمة باريس. هذه الأخبار المتداولة في المدة الأخرى. هي هيئة البث في الكيان المحتل ذكرت البارح، قالت أنه القمة اللي صارت في باريس وشاركت فيها قطر والكيان والولايات المتحدة ومصر أحرزت تقدم بخصوص مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس والكيان المحتل. نقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله أنه القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل. نفس المصدر يقول أن الأطراف ناقشت زادة مسألة وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل شنو هو مقابل إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي. هوني تعطي الأولوية للأطفال والنساء على أن تطلق الكيان المحتل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. هنا ميدانيا أبو عبيدة باركونتر يكشف على حصيلة عمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الماضي. هو ميدانيا القصف مازال متواصل خاصة على مدينة خان يونس اللي كنا حكينا عليها من المرة اللي فاتت. اليوم تقريبا بعد 122 يوم من بداية الحرب على غزة، 127 شهيد في يوم واحد. الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تحدث على تمكن مقاتلي القسام في الأسبوع اللي فات بركة من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.
القضاء على 53 جندي من النقطة صفر، قنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم في خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة. كيف كيف اليوم الحرب هي الحرب متاع الدرون، تم إسقاط زوز طائرات استطلاع من طراز سكايلارك وتم الاستيلاء على 8 طائرات درون منها زوز طائرات انتحارية. هي أم القضايا، هي أم المعارك، هذا هو الرسمي في الأخر بالكل الحقيقة نيت. ما بين المناورات السياسية في الأخر اللي كنت تحكي فيه أنت الآن على الميدان هو اللي حقيقة أخرى ويحيل إلى الطفل الفلسطيني إلى الطفلة الفلسطينية، يحيل إلى الأم، يحيل إلى العائلات، يحيل إلى المواطنين العزل اللي أمامهم الآن 120 يوم من الجحيم. هذا البعض برشا واقعي باش يقول لك هذا الثمن إيدا كردو، هذا الثمن، لكن في الأثناء الناس قاعدة تتعذب في عذابات أليمة جدا، مش أليمة برك، ما يصفهاش الكلام، توكا يعجز الكلام أنه يوصفها. البري عطوين مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. أستاذ الياسر سعدني دائما أنا أكون معكم ومزيك، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا مرحبا بك، شكرا لك، احنا اللي فرحانين أنت معنا. البري عطوين، ما هي قراءتك الآن للوضعيات الحالية بعد 121 يوم من الحرب على غزة؟ ما هي قراءتك العامة لما يحدث الآن داخل القطاع وحول القطاع وفي الكيان الصهيوني؟ أستاذنا، يعني ما يحدث حاليا هو فشل إسرائيلي كبير جدا. النجاح الوحيد للإسرائيليين كان قتل واغتيال أكثر من 27 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال في قطاع غزة ومن النساء ومن المسنين. لكن على الصعيد السياسي الآن، يعني المقاومة تستعيد قواتها بالكامل، استطاعت أن تصمد تقريبا 4 أشهر وتحدث خسائر كبيرة جدا في صفوف العدو الإسرائيلي. هذا هو الموقف الآن هذه المبادرات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اتفاق لإفراج عن بعض الأسرى مقابل هدنة لمدة 4 شهور لن تمر على الإطلاق. لن تمر، لكن هل يناور الآن نتنياهو، هو يعلم جيدا أنه لن يقضي على حركة حماس أبدا، ولكنه ما زال يعيد في نفس الخطاب، إلى متى؟ يا سيدي نتنياهو فشل ذريعا. الآن هناك محاولات للإطاحة به، جانس اللي هو تقريبا الرجل الثاني في حكومته يريد شق حزب الليكود اللي بترأسه نتنياهو وإسقاطه وإسقاط حكومته. فنتنياهو كان يقول دائما أنه إحنا لن نوقف الحرب إلا إذا قضينا على حركة حماس واستعدنا جميع الأسرى. لا، لم يقضي على حركة حماس مثلما تفضلتم، ولم يعيد الأسرى. هو يعني حتى كسب الوقت ليس من مصلحته وإنما من مصلحة المقاومة في القطاع. لكن عبد الباري عطوين، قيل منذ الأسابيع الأولى أن نتنياهو لن يعمر كثيرا الآن. ما هو سر بقاء حكومة نتنياهو الآن في الحكم بالرغم من هذه الهزائم المتعددة والكوارث المتعددة لحكمه؟ يا سيدي نتنياهو مستمر لسبب بسيط، لأن إسرائيل الآن تواجه خطر الزوال وجوديا. هذه هي المسألة. اليهود الآن يتضامنوا مع بعض ويقفوا مع نتنياهو لسبب بسيط، لأنهم في حالة حرب. والمثل الرئيسي المتكرر العربي يقول أنه لا تغير أحصنتك في ذروة المعركة. الآن يعني الإسرائيليين منقسمون، هناك من يقول نتنياهو خرب بيتنا ويجب أن يرحل، وهناك نصف آخر يقول نحن في حالة حرب علينا أن نؤجل هذه المسألة. ففي بين الاثنين تستمر الحرب، والآن حماس استعادت قوتها، أصبحت تدفع مرتبات، تدير الخدمات في القطاع، وهذا يؤكد بأن المشروع الإسرائيلي للقضاء على حماس فشل. الآن عبد الباري عطوان، ما هو رأيك بين المقاومة والمفاوضة؟ قمة في باريس بمشاركة قطر والكيان المحتل والولايات المتحدة ومصر، مصادر تفيد إحراز تقدم بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، هل هذا ممكن اليوم؟
لا غير ممكن على الإطلاق إلا إذا تجاوبوا لشروط حماس. قيادة حماس في الداخل اللي هو يحيى السنوار و يعني مروان عيسى أي. ومحمد الضيف، هؤلاء من نوعية مختلفة عن كل الزعماء العرب وعن كل اللي هم المتفاوضين أو يريدون فرض فوضى أو آسف فرض يعني تسوية ترضي الإسرائيليين. إسرائيل تريد الإفراج عن الأسر المدنيين وبعد ذلك تعيد احتلال القطاع وتقوم يعني قصف سجادي للقطاع. قيادة السنوار تعرف ذلك جيدا، وحتى هذه اللحظة لم ترد على هذا الاتفاق الذي تمخض عن اجتماع باريس الذي تفضلت بالحديث عنه. عدم الرد رد يعني عدم رد السنوار وقيادة غزة على هذا الاتفاق يعني أنه لن يمر إلا إذا نفذوا شروط المقاومة، الانسحاب الكامل واللي هو يعني انسحاب كامل من القطاع ووقف كامل لإطلاق النار وليس هدى متقطعة. عبد الباري عطوان، لأول مرة نتنياهو يعترف بوجود خلافات مع إدارة بايدن، ما هي دلالات ذلك؟ يا سيدي يعني رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي قال يعني أنا أقول لبريطانيا نحن لسنا تحت الانتداب البريطاني، وأقول للرئيس بايدن نحن لسنا النجمة 51 في العالم الأمريكي. هذا دليل على وجود خلاف حقيقي، لأنه الآن خرب بيتها أمريكا، الآن عندها حرب في اليمن وعندها حرب في العراق وعندها حرب في سوريا وعندها حرب في لبنان. هذه الحروب كلها تورطت فيها أمريكا بسبب إسرائيل وبسبب نتنياهو. فالآن أمريكا تريد إنقاذ نفسها قبل إنقاذ إسرائيل، لأنه الآن أمريكا كل يعني هذه الحروب استنزافية لها ولنفوذها في المنطقة. عبد الباري عطوان، سؤال الآن حول المدد الذي يحصل لإسرائيل، من أين تأتي اليوم، من أين تعيش إسرائيل اليوم على مستوى الغذاء، على مستوى المدد، على مستوى المحروقات، على مستوى الأسلحة، على مستوى القنابل، من أين يعيش هذا الكيان اليوم، من أين يأتي المدد؟ هو يعني المدد هو يأتي من أمريكا، وللأسف يعني اللي هو التابعين لأمريكا والمطبعين في المنطقة العربية. يعني بمعنى أنه الكونغرس اعتمد 17.5 مليار دولار مساعدات فورية لدولة الاحتلال. فهذا الأمريكا، بالإضافة أن أمريكا عملت جسر لتزويد، جسر جوي لتزويد إسرائيل بالأسلحة. أما الغذاء بيجي للأسف من الأردن، وهناك كانت خضار تتدفق، ويأتي أيضا من تركيا، ويأتي أيضا الآن عملوا اللي هو جسر بري بين الإمارات واللي هو ميناء حيفا، يمر عبر السعودية وعبر الأردن إلى دولة الاحتلال لتعويضها عن النقص اللي حصل من وصول الكثير من البضائع بسبب اللي هو سيطرة أو يعني سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر ومنع أي سفن تنقل بضائع سواء كانت إسرائيلية أو غير إسرائيلية إلى ميناء إيلات وباقي الموانئ الإسرائيلية. فإسرائيل للأسف ينقذها العرب وتنقذها أمريكا وتنقذها تركيا. عبد الباري عطوان، نحب من عندك إذا كان تسمح قراءة للمستقبل القريب على امتداد أسابيع، كيف تنظر إلى هذا المستقبل وهذه المعاناة داخل غزة، هذه المعاناة اليومية للأطفال، للأمهات، للأسر، أخبار عن مجاعة زاد كذلك الآن داخل القطاع، بالرغم من أنه الكفاح متواصل والمقاومة متواصلة ومتواصلة باستبسال وبالحقيقة شجاعة منقطعة النظير، لكن كيف ننظر إلى الأسابيع القادمة؟ يعني اولا سيدي بدي اوضح نقطه، يعني تعرف احنا انا من ابناء القطاع يعني ومن رفح على وجه التحديد وعلى اتصال دائم باهلنا واشقائنا. يا سيدي هناك مجاعه حقيقيه مثل ما تكرمتم، هناك الناس والله لا يجد ياكلوا علف الحيوانات، يعني ما في المساعدات مقطوعه، والاخطر من ذلك المستشفيات مدمره والدواء غير موجود. ففي بعدين الناس الان في خيم، وتخيل في صقيع وفي فيضانات الان تجتاح غزه، فوضع ما انساني ماساوي. طيب كيف المستقبل؟
أنا أقول مستقبلا، أولا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعارض توسيع هذه الحرب الآن هي توسع هذه الحرب، يعني بمعنى الآن حرب في اليمن، واليمنيون لم تغزو اليمن دولة في التاريخ إلا هزمت. هذه نقطة. النقطة الثانية كمان المقاومة، مثل ما قلت أكثر من مرة في هذا اللقاء الرائع، أن المقاومة تستعيد قواها الآن حتى هذه اللحظة، عندها الذخائر وعندها الأسلحة وعندها الصواريخ وعندها الأنفاق. فشلت إسرائيل فشلت ذريعا، ويقول لك يغرقوا الأنفاق يقصموها بالغاز، كله فشل. الأمر الثالث والخطر أنا في تقديري هو اللي هو محور فيلادلفيا، الحدود المصرية مع قطاع غزة. الآن إسرائيل تريد احتلال هذا المحور، وإذا احتلته في الحالة هذه ربما يعني تستفز اللي هو الجيش المصري، وربما يحصل بتجميد أو قطع للعلاقات بالكامل وإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد. فهذا يعني كمان خطر قادم في المنطقة. لكن أنا في تقديري هذه الجهود الأمريكية لن تنجح. أمريكا تورطت في المنطقة، أمريكا الآن في حرب استنزاف، يعني قواعدها في العراق تقصف، قواعدها في سوريا تقصف، وأيضا حتى كمان في اليمن الآن هذا اليمنيين فعلا سيطروا على باب المندب وسيطروا على البحر الأحمر، ويتحلفوا الآن يستعدوا لضرب، ضربوا يعني سفن حربية أمريكية وسيضربون أخرى. هؤلاء قاوموا 8 سنوات حرب شنت عليهم، وفي النهاية فرضوا شروطه. فأنا شايف المنطقة حقيقة مقبلة على حرب. أنا شايف أنه إسرائيل تخسر أكثر وأكثر وأكثر، وأصبحت تواجه مقاومة شرسة جدا وغير مسبوقة في التاريخ. يعني لم تشاهد إسرائيل مثل هذه يعني مقاومة المتمثلة أو قيادة المقاومة والمقاومة. هؤلاء ناس متقشفون، ناس بسطاء، ناس ولدوا وعاشوا وتربوا يا في السجون يا في المخيمات. فأعتقد هذه النوعية أو هذه الخلطة يعني تشكل كابوسا لإسرائيل ومستقبل إسرائيل، وربما يتبدأ عملية التغيير من قطاع غزة. يا أخي يعني اللي هو مفتي عمان قال يا عرب كفوا عن مساعدة إسرائيل، يا أخي ساعدوا أشقاءكم في قطاع غزة. وهذا اللي بيحصل الآن. الآن في غليان في الشارع العربي، وهذا الغليان فعلا يعني سيصبح طوفان عربي مثل طوفان الأقصى، يعني ربما يطيح بالأنظمة العربية المتواطئة مع إسرائيل، مثلما أطاحت الانقلابات في القارة الإفريقية في أكثر من 5 حكومات، وخمس يعني كانت حكومات تابعة لفرنسا ومتواطئة معها ومع استعمارها. فنحن على حافة تغيير شامل في المنطقة، وأعتقد أن أمريكا تورطت وستهزم في المنطقة مثلما هزمت في أفغانستان، وكلنا شاهدنا الهروب الكبير من مطار كابول وكيف الناس تتشعلق أو تتعلق يعني عجلات الطائرات. فأعتقد أمريكا مقضبة على أزمة. إسرائيل بدأ العد التنازلي لهزيمتها وربما زوالها، والأنظمة العربية المتواطئة مع إسرائيل والمتطبعة مع إسرائيل أيضا تواجه الآن تحديا كبيرا، وقد تلفظ أنفاسها الأخيرة أيضا. شكرا عبد الباري عطوان، شكرا لك الصحفي والكاتب عبد الباري عطوان.